الرئيس السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن. مجلس النواب يصوت خلال جلسته العامة اليوم على طلب اللجنة العامة بتعديل بعض مواد الدستور. رئيس لجنة المراقبين الدوليين بالحديدة يحذر الحوثيين من تداعيات عدم تنفيذ اتفاق السويد. الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة ميونخ الألمانية تلبية للدعوة الموجهة إليه للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن العام 2019. من المقرر أن يطرح الرئيس السيسي خلال المؤتمر رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، كذلك جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب. كما تتضمن زيارة الرئيس لألمانيا نشاطا مكثفا على الصعيد الثنائي، حيث سيلتقي مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات، إضافة إلى لقاءات مع رجال الأعمال ورؤساء الشركات في ألمانيا والعالم، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيادة السفير، بعد التحية. أهلا بك أستاذ المشاهدين. أهمية مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن، كيف يمكن الاستفادة منه في طرح جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف؟ في الحقيقة أن مؤتمر ميونخ للأمن هو مؤتمر فريد من المؤتمرات الغائصة الأهمية في العالم، لأن هو بيجمع تقريبا جميع ممثلي المناطق الجغرافية والدول الرئيسية في العالم، حتى الدول المختلفة مع بعضها بيبقى فرصة إنها بتحضر المؤتمر مدعوة من رئيس المؤتمر، وهو حضر قبل كده ووجه دعوة للرئيس السيسي على أساس إن الرئيس السيسي هيتكلم بصفتين. الصفة الأولى دور مصر في حل الأزمات في الشرق الأوسط، والصفة الثانية أن هو يكون ترأس الاتحاد الأفريقي، فبالتالي يلقي ضوء على المشكلات الأفريقية. وهذا فعلا ما سيتناوله خطاب الرئيس، لأن هيتكلم حوالي فوق 120 متحدث هيتكلموا، فالرئيس هيبين وجهة نظر إيه بالنسبة لحل الأزمات، الأزمة السورية، الأزمة الليبية، اليمنية، المواقف المتوترة في عدة دول أخرى، الصراعات الموجودة، العمليات الدخيلة، الحرب بالوكالة، محاولات هدم الدور القومي أو كيفية المحافظة عليها. كل ده هيبقى في رؤية إن المحافظة على سلامة الدول واستقرارها. نعم. من أجل الحرب الدولية. أيضا مكافحة الإرهاب، لأن ده بدون التعاون الجماعي من كل الدول سنجد ان الارهابيين حاليا محاصرين في شمال سوريا ومناطق من العراق، سيتسربوا الى دول اخرى ما لم يتم معالجه الموضوع بحكمه ومن جميع الدول. ايضا بالنسبه لافريقيا، افريقيا في حاجه الى دعم كبير جدا، اولا لتحقيق الاستقرار في بعض المناطق المضطربه ومنها ليبيا والصومال، وعندنا جنوب السودان، والسودان نفسه الان انضم اليها في الاضطرابات الموجوده فيه، فهي محتاجة إلى التنمية، تنمية بشرية وتنمية اقتصادية. بالنسبة أيضا للقضية الفلسطينية طرحها أيضا بحيث أن المجتمع الدولي أقر إقامة دولتين، دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل عاصمتها القدس الشرقية. فده هو يعني بالنسبة للقضية الفلسطينية. بالنسبة لمصر هتكون فرصة كما أشرت في الخبر أن على هامش هذا المؤتمر بتكون فرصة للالتقاء مع الجانب الألماني
عدد من الشركات، خاصة ميونخ ولاية بايرن فيها عدد كبير جدا من المستثمرين الألمان في مصر، فالالتقاء معهم وممكن الاستثمارين الآخرين يأتون إلى مصر، وكانوا في زيارة أخيرا مع وزير الاقتصاد الألماني. أيضا بعض اللقاءات السياسية لمناقشة عدد من الزعماء الأمريكيين. نعم، شكرا سيادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. يصوت مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على طلب اللجنة العامة بالمجلس بتعديل بعض مواد الدستور. كان رئيس مجلس النواب علي عبد العال قد أوضح أن عملية التصويت على طلب التعديل للدستور سيكون نداء بالاسم لنواب البرلمان تمهيدا لإحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. شهد المجلس على مدار 3 جلسات عامة مناقشات وعرض لآراء النواب من جميع التيارات الحزبية والمستقلين والمعارضين حول التعديلات المطروحة، وذلك وفقا للضوابط اللائحة الداخلية. مؤتمر ميونخ للأمن هو مؤتمر سنوي تكمن أهميته في كونه منصة فريدة لبحث القضايا الأمنية ذات الأهمية على المستوى الدولي، كما أنه يمنح الفاعلين السياسيين فرصة التواصل بشكل غير رسمي على مدار 3 أيام. المزيد مع الزميل محمد شعبان. مؤتمر ميونخ للأمن منتدى سنوي للنقاش الدولي يجتمع فيه الساسة والدبلوماسيون والعسكريون ورجال الأعمال والعلماء والشخصيات العامة التي تلعب دورا مهما على الساحة الدولية. يعقد المؤتمر هذا العام في الفترة بين 15 و17 من فبراير. مؤتمر ميونخ للأمن هو ملتقى مشاهير السياسة، إذ يبلغ ضيوف النسخة 55 من المؤتمر نحو 500 ضيف، بينهم نحو 40 من رؤساء الدول والحكومات و100 وزير. يشارك الرئيس السيسي لأول مرة بعد أن تلقى دعوة من رئيس المؤتمر مواكبة لتولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019 ولتعزيز التنسيق والتشاور مع مصر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة. رئيس مؤتمر ميونخ أشاد بسياسة مصر في مكافحة الهجرة غير المشروعة، مدللا على نجاحها بعدم وجود مصري واحد بين الأعداد الهائلة من اللاجئين المتدفقين على ألمانيا منذ عام 2015. أسس المؤتمر الباحث الألماني إيوالد فون كلايسيت عام 1963، وينعقد المؤتمر سنويا لمدة 3 أيام. يرأس مؤتمر ميونخ للأمن منذ عام 2010 ولفانج إيشينجر، وهو دبلوماسي سابق عمل سفيرا لألمانيا في عواصم كبرى منها واشنطن. حمل المؤتمر أسماء متعددة، منها اللقاء الدولي لعلوم الدفاع ثم المؤتمر الدولي لعلوم الدفاع، قبل أن يصبح اسمه مؤتمر ميونخ للأمن. ينعقد المؤتمر في مدينة ميونخ عاصمة ولاية بافاريا الألمانية، وهي أكبر مدنها مساحة وسكانا وأهم مراكزها الصناعية والسياحية. تقع المدينة جنوبية ألمانيا على ضفاف نهر إيسار قرب الحدود مع النمسا. تركزت نقاشات المؤتمر حول السياسات الغربية، وبعد انتهاء الحرب الباردة أصبح أكثر انفتاحا على مشاركين من دول أوروبا الوسطى والشرقية ودول الاتحاد السوفيتي السابق. على جدول أعمال المؤتمر هذا العام موضوعات مثل مستقبل الاتحاد الأوروبي، التعاون عبر الأطلسي، مستقبل الحد من التسلح والتعاون في مجال السياسة الدفاعية، وتأثيرات تغير المناخ والابتكارات على الأمن الدولي.
قامت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد صباح اليوم بزيارة مفاجئة لمستشفى هليوبلس للوقوف على مدى جاهزية المستشفى لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى. كما تفقدت وزيرة الصحة غرف الملاحظة ووحدة الرعاية المركزة وقسم النساء والولادة والحضانات وتحدثت مع المرضى واطمأنت على حالتهم الصحية. جدير بالذكر أن مستشفى هليوبلس إحدى مستشفيات المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة، وهي تضم جميع التخصصات الطبية إضافة إلى قسم طوارئ كامل وقسم تعقيم مركزي ووحدة رعاية مركزة وقسم للعمليات. في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، أثبتت التحاليل والاختبارات المعملية شفاء آلاف الحالات التي خضعت لعلاج فيروس سي وأصبحت غير حاملة للفيروس، حيث بلغت نسبة الشفاء 99%. المواطنة كريمة سعد عبد الفتاح واحدة من المواطنين الذين تعافوا من المرض بالكامل، والتي أدت سعادتها البالغة بعد شفائها تماما من الفيروس. انا كنت رحت من البحر لعندنا ميت السبايع، بعدين قالوا عندك نسبه من الفيروس. لما قالوا لي زعلت قوي عشان معايا 4 عيال. خدت الجرعه، اول جرعه وابتديت اتحسن يعني، وتاني جرعه برضه ابتديت اتحسن. انت كويسه جدا، ما عندكش حاجه خالص دلوقتي، الكابل مفيش فيه تليف، ونسبه الفي سي ار بتاعتك بعد انتهاء العلاج صفر. فده طبعا الحمد لله يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ونحمد ربنا انك شفيت. حاجه كريمه سعيد ابراهيم عبد الفتاح، عندها 44 سنه، وهي طبعا جات لنا من حوالي 3 أشهر كده، كانت زعلانه جدا ومتضايقه ان عندها فيروس سي. وطبعا هي كانت جايه طبعا وجوزها رافع كان عنده فيروس سي، بس بصراحه جوزها هي يعني خلت المبادره وجت قبل جوزها. والحمد لله الرحله تمت بنجاح وخلصنا 3 أشهر بتوع العلاج، وادي القرار بتاعها بعد انتهاء العلاج الحمد لله ان هي خفت من الفيروس. ده احد الحالات الناجحه عندنا. طبعا نسبه نجاح العلاج معانا في المركز يعني تقارب 99% من الحالات الحمد لله. هي بدات العلاج معانا والحمد لله استجابت للعلاج وخدت 3 جرع. هي دلوقتي جايه فرحانه انها استجابت للعلاج وطلع البي سي ار بتاعها نيجاتيف والحمد لله. الفرحه مش سايعين اني رجعت جنب عيالي والحمد لله. اللي بيحصل ده عظيم وكل خير حلو للناس الغلابه وللشعب ربك وجد. يعني واحدة زي ما يكون ما عندها 4 عيال هتجيب علاج من بره ازاي؟ ولا تعالج ولد ازاي؟ ولا تعلم عيالها ازاي؟ شفاء العديد من الحالات المصابة بفيروس سي بعد إجراء المسح والفحوصات الطبية اللازمة له يؤكد نجاح مبادرة الرئيس بشكل كبير في القضاء على الفيروس وتوفير العلاج الملائم للمواطنين كافة وبخاصة محدود الدخل. محمد حلمي، النيل. تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي فرق العمل المشتركة التي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى. بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى الآن 4269 حالة، حالة لمشرد وطفل بلا مأوى. وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة. استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة وفدا رفيع المستوى من الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات. وخلال اللقاء أوضح رئيس الهيئة أن مشروع قناة السويس الجديد مشروع مصري خالص حظي بدعم القيادة السياسية، والتف حوله جموع الشعب المصري مشددا على أن المشروعات القومية العملاقة التي تتبناها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة هي سبيل للعودة إلى الريادة السياسية والاقتصادية.
أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري أن قوات الجيش تمكنت من القبض على القيادي البارز بتنظيم داعش الإرهابي والذي يدعى حافظ مفتاح الضبع في المدينة القديمة بدرنة. وشدد العقيد المسماري على أن الحرب على الإرهاب مستمرة، مؤكدا أن الجيش الليبي تمكن من القضاء على جميع الأوقار الإرهابية في مدينة درنة وأن أوضاعها باتت آمنة. حذر رئيس لجنة المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة باليمن مايكل لوليسغارد ميليشيات الحوثي من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد. في غضون ذلك قتل 8 صيادين يمنيين وأصيب 5 بانفجار لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر قبالة شواطئ منطقة اللحية شمال محافظة الحديدة. عقب اجتماعه مع الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء، حذر رئيس لجنة المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة باليمن مايكل لوليسغارد حذر ميليشيات الحوثي من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد. لوليسغارد أشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا خاصا الاثنين المقبل حول اليمن، وسيكون هناك ضغط سياسي كبير لتنفيذ اتفاق السويد الذي ينص على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة فيما يماطل الحوثيون في تنفيذ بنوده. أما على الصعيد الميداني فلا تزال المعارك مستمرة بين مسلحي الحوثي ورجال القبائل في شمال محافظة عمران شمالي العاصمة اليمنية، وذلك بمحاذاة المعارك الدائرة في شرقي محافظة حجة شمال غربي البلاد. المعارك نشبت إثر هجوم شنته ميليشيات الحوثي على قبائل سوداء بمحافظة عمران بعد أن رفضت القبائل مطالب بفتح مناطقهم لمرور تعزيزات الحوثية إلى مناطق حجور حيث تدور معارك بين مقاتلي القبائل والحوثيين. وفي سياق متصل قتل 8 صيادون يمنيون وأصيب 5 آخرون بانفجار لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر قبالة شواطئ منطقة اللحية شمالية محافظة الحديدة. وانتزع الجيش اليمني ودمر بدعم من قوات التحالف عشرات الألغام البحرية كانت الميليشيات الحوثية قد زرعتها وشكلت تهديدا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال باراس رئيس تحرير موقع اليمن العربي. بعد التحية أستاذ جمال، أهلا وسهلا. ماذا بعد تحذير لوليسغارد للحوثيين من تداعيات عدم تنفيذ اتفاق السويد؟ نحن نأمل أن يكون بعد هذا التحذير إجراءات تنفيذية وتجريم للأشخاص الذين يعرقلون اتفاق السويد، وخاصة وأنه ظهر أمام العالم أجمع بأن الذي عرقل تنفيذ هذا الاتفاق بعد أن تم الوصول إليه وبالرغم من كل الاعتراضات عليه، ولكن كان هناك شبه إجماع بين الشعب اليمني لتنفيذ هذا الاتفاق، ولكن بكل أسف الصلف الحوثي بإعاز من إيران هو الذي تسبب في عدم تنفيذ اتفاق السويد. منذ أيام كان هناك قرار من مجلس الأمن يخول المبعوث الأمين العام باتخاذ إجراءات تنفيذية لتنفيذ اتفاق السويد فعليا على أرض الواقع، وأيضا تخويل قوات من الأمم المتحدة لتكون متواجدة وتشرف وتقوم بعملية إحلال القوات الخاصة بهم في المقابل أن يتم انسحاب من قبل الحوثيين وفق الجدول الزمني، ولكن أيضا هذا لم يتم تنفيذه. اليوم بعد هذه الجلسة وبعد هذا القرار من المنتظر أن يتم اتخاذ إجراءات تجريمية للأفعال وهؤلاء الأشخاص، هذا من جانب. ومن جانب آخر من المنتظر أيضا أن يتم تقديم ملفات جنائية، وخاصة وأن الانتهاكات الحوثية ليست فقط انتهاكات لوقف إطلاق النار أو انتهاكات ضد القوات المسلحة اليمنية والقوات الحكومية، ولكن أيضا انتهاكات طالت المدنيين وطالت حتى اليوم بحسب الخبر الذي جاء في تقريركم مدى الألغام. أمس كان هناك ألغام في مديرية حيس وتم تفجيرها
بكل أسف فقد شهداء مدنيين مزارعين، واليوم ها هي الألغام التي ذرعها الحوثيين في البحر الأحمر، بما يشكل بالفعل خطورة على خط الملاحة الدولي الهام الذي تستخدمه معظم الدول، وهناك تجريم دولي لاستخدام الألغام البحرية في خط ملاحة دولي. اليوم يسقط صيادين مدنيين لا ناقة لهم في هذه الحرب ولا جمل، وبكل أسف اليوم شيعت مدينة الحديدة مديرية الصحية شهداء كانوا يذهبون فقط لأجل بوت أولادهم وأبنائهم، وللأسف هذا اللغم البحري الذي انفجر مؤشر أيضا خطير ويشير إلى مدى الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيين. اليوم بهذا القرار الذي اتخذوا والذي يشير إلى أنهم سيتحملون المسؤولية، ننتظر إجراءات متتالية وتجريم ورفع لمحكمة المحكمة الجنائية الدولية بهؤلاء الأشخاص الذين وفق للقانون المحلي أنه لا طالما وأن الحكومة الشرعية لم تستطع أن تصل إليهم لابد أن يتقدموا إلى المحكمة الدولية بتجريم هذه الأفعال، وننتظر أن تكون هناك أحكام رازعة ضدهم. نعم، شكرا أستاذ جمال باراس رئيس تحرير موقع اليمن العربي. دمرت وحدات من الجيش السوري مقرات للجماعات المسلحة، كما وجهت ضربات على نقاط انتشارهم بريف حما الشمالي قرب الحدود الإدارية لمحافظة إدلب. أسفرت الضربات عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين، كما أحبطت تحركا لمجموعة إرهابية حاولت التسلل لاستهداف نقاط عسكرية بريف حما الشمالي. استسلم نحو 240 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي لقوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف شرقي الفرات في سوريا. كانت قوات سوريا الديمقراطية قد حققت تقدما بطيئا لتطهير آخر جيوب تنظيم داعش الإرهابي شرقي سوريا وسط مقاومة شرسة من جانب المسلحين الذين تواصل عائلاتهم الفرار من المنطقة. وتخوض القوات المدعومة من واشنطن منذ سبتمبر الماضي عملية عسكرية ضد التنظيم في ريف دير الزور، وتمكنت من طرده من كل القرى والبلدات، ولم يعد متواجد سوى في بقعة صغيرة تمتد في أجزاء من بلدة الباغوس إلى الحدود العراقية. في نيويورك ندد المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بحر العلوم بشأن تركيا ضربات متكررة على مواقع في إقليم كردستان شمالي العراق، مشددا على أن ذلك انتهاك خطير للسيادة العراقية ويخالف القانون الدولي. تعد الضربات المتتالية التركية على مواقع في شمال العراق إقليم كردستان انتهاكا صارخا لسيادته، وهو فعل مدان ومرفوض أيا كان الباعث وراءه كونه يخالف قواعد القانون الدولي ويناقض مبادئ حسن الجوار. في أول كلمة لها منذ توليها منصبها كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، قالت جانان هانس خلال جلسة لمجلس الأمن إنه على الرغم من الانتقال السلس للسلطة في العراق إلا أن حكومة عادل عبد المهدي غير مكتملة التشكيل، مضيفة أن الشعب العراقي يتحمل العبء الأكبر للجمود السياسي في البلاد. Now, Mr. President, ultimately, the people of Iraq are bearing the brunt of the. الآن وفي نهاية المطاف يتحمل الشعب العراقي عبء الجمود السياسي. يتحمل العبء في وقت من المهم التصدي فيه لاحتياجاته ومطالبه بتوفير خدمات أفضل، وفي وقت يجب أن يكون في مقدور المواطنين الاعتماد على إدارة حكومية ديمقراطية قوية ومؤسسات حكومية حيوية. لذا يتعين على القادة العراقيين أن يركزوا جهودهم في التصدي للاحتياجات الفورية للعراقيين، إذ أن أي تأخير إضافي قد يوفر فرصة لحدوث تداعيات كبيرة على استقرار البلاد. قال السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري إن المملكة رفعت تحذيرا صدر منذ 15 شهرا كانت قد وجهته إلى مواطنيها بعدم السفر إلى بيروت. جاءت تصريحات بخاري بعد اجتماع بين نزار العلاولة مبعوث الديوان الملكي السعودي ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. نظرا لانتفاء المسببات الأمنية
التي دعت المملكة العربية السعودية إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى الجمهورية اللبنانية، وبناء على التطمينات التي تلقتها المملكة من الحكومة اللبنانية على استقرار الأوضاع الأمنية فيها وحرصها الدائم على سلامة المواطنين السعوديين، فإن المملكة العربية السعودية ترفع تحذيرها للمواطنين المسافرين إلى الجمهورية اللبنانية. أعلن بيير كراهنبول المفوض لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا أن المفوضية تسعى لإبقاء على كل خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وأكد المفوض العام للأونروا في مؤتمر صحفي في بيروت أنه بالرغم من قيود الميزانية التي واجهتها الوكالة بعد سحب الولايات المتحدة تمويلها العام الماضي، تمكنت الوكالة من الإبقاء على كل خدماتها الأساسية للتعليم والصحة في لبنان في 2018. على الرغم من انقطاع التمويل، تسعى الأونروا الإبقاء على كل خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حسبما أعلن المفوض لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في مؤتمر صحفي في بيروت. أبلغ المفوض العام للأونروا بيير كراهنبول الصحفيين أنه على الرغم من قيود الميزانية التي واجهتها الوكالة بعد سحب الولايات المتحدة تمويلها العام الماضي، تمكنت الوكالة من الإبقاء على كل خدماتها الأساسية للتعليم والصحة في لبنان في 2018. التزامي نحو لاجئين الفلسطينيين والعاملين بالأونروا هو أننا سنستمر في استثمار كامل طاقتنا في السعي للحفاظ على هذه الخدمات وجودة هذه الخدمات عام 2019 أيضا. وناشدت الأونروا الشهر الماضي المجتمع الدولي للحصول على 1.2 مليار دولار لتمويل خدماتها هذا العام بهدف الحفاظ على الكم نفسه من التمويل الذي كانت الوكالة تتلقاه من المانحين في 2018. وتساعد وكالة الأمم المتحدة 5.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الشرق الأوسط. أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أن الاتحاد الأوروبي ما زال ينتظر من لندن أن تقدم إليه مقترحات ملموسة وواقعية لإبعاد شبح خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق. من ناحية أخرى، قالت المفوضية الأوروبية إن بريطانيا لم تطلب تأجيل اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن أي تمديد لمدة التفاوض قبل الانفصال لا يمكن أن يكون مفتوح المدة. كانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي قد أعلنت خلال جلسة استجواب لها أمام مجلس العموم البريطاني إنها ترغب في مغادرة الاتحاد الأوروبي وفقا لاتفاق، وذلك بحلول موعد 29 من مارس المقبل. في سياق متصل، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس المقبل ما زالت تحتاج المزيد من الجهود لتجنب الخروج غير المشروط. أكدت ميركل في مؤتمر صحفي ببرلين عقد عقب اجتماعها مع رئيس وزراء لوكسمبورغ خافير باتل إن ألمانيا تشعر بالأسف تجاه قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هناك التزام من جانب ألمانيا لخروج الاتفاق بشكل عادل. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. مستجدات الأوضاع في العراق وأفغانستان تتصدر أجندة اجتماعات وزراء الدفاع حلف الناتو في بروكسل. We'll be right back.
الرئيس السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن. مجلس النواب يصوت خلال جلسته العامة اليوم على طلب اللجنة العامة بتعديل بعض مواد الدستور. رئيس لجنة المراقبين الدوليين بالحديدة يحذر الحوثيين من تداعيات عدم تنفيذ اتفاق السويد. نتحول الآن مشاهدينا مع أهم الأخبار الاقتصادية وحسام الدين عاطف، لكن بعد الفاصل. شكرا للزميلة شروات حمدي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها. مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين. أهلا بكم من جديد. نبدأ من البورصة المصرية التي سجلت مؤشراتها ارتفاعات جماعية في منتصف تعاملات اليوم الخميس وهو آخر جلسات هذا الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، وربح رأس المال السبقي أو ارتفع بنحو 1.3 مليار جنيه ليصل إلى 827.8 مليارا في ظل إجمالي تداولات بقرابة 392 مليون جنيه، وذلك حتى منتصف التعاملات. بحث وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار اليوم مع كبرى شركات الطاقة الألمانية تطورات الخطة التنفيذية لتحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية. نصار استعرض خلال المباحثات محاور تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية والشركة الألمانية ببرلين في نهاية شهر أكتوبر الماضي لتحسين القدرات التنافسية للشركات المصرية، وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تزويد الصناعة الوطنية بالحلول والتقنيات المتطورة في مجال التحول الرقمي للصناعات والتشغيل الآلي ورفع الكفاءات والكوادر المصرية العاملة في القطاع الصناعي. وجه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجه قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير موارد للإنفاق الدائم على المدن الجديدة بالإضافة إلى سرعة حل مشكلات المستثمرين. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أكد أهمية وضع أولويات للعمل في المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة وضرورة توزيع وتحديد الأدوار والمسؤوليات المختلفة من أجل دفع العمل بجميع المشروعات السكنية والخدمية والتنموية الجاري تنفيذها. قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن استراتيجية المرأة 2017 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن عددا من المستهدفات الكمية لمشاركة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل بالإضافة إلى تمكينها سياسيا واقتصاديا. وأشارت السعيد إلى أن الاستراتيجية أسهمت في زيادة نسبة عمالة السيدات بنحو 50% مقارنة مع عام 2012، وأن مشاركة المرأة في الحياة العملية وتوليها مراكز عليا يعتبر أحد سبل التنمية الاقتصادية والمجتمعية في مصر. وقعت المغرب وإسبانيا اتفاقية في العاصمة المغربية الرباط لإنشاء خط ثالث للربط الكهربائي بين البلدين، وذلك إضافة لخطين تحت البحر بين البلدين بقدرة مجمعة تصل إلى 1400 ميجاوات. وجاء ذلك خلال زيارة رسمية للعاهل الإسباني الملك فيليب السادس للمغرب، حيث وقع البلدان أيضا 11 اتفاقية أخرى في مجالات متنوعة وعلى رأسها اتفاقيات مالية وثقافية واتفاقيات للنقل الجوي.
بدأت الصين والولايات المتحدة الأمريكية اليوم جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى في العاصمة الصينية بايكين. وترأس مراسم افتتاح المحادثات نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني والممثل التجاري الأمريكي، بالإضافة إلى ستيفن ميناتشين وزير الخزانة الأمريكي. وكان الوفد الصيني المشارك في الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بواشنطن نهاية الشهر الماضي قد أكد على إحراز تقدم مهم للمرحلة الحالية، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون لا سيما في حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التجارة المتوازنة بين البلدين. وعلى صعيد متصل، أعلنت مصلحة الجمارك الصينية اليوم أن الفائض في الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والذي يشكل محور التوتر الاقتصادي بين البلدين، سجل تراجعا طفيفا في يناير الماضي، وبلغ الفائض التجاري للصين 27.3 مليار دولار في يناير الماضي مقابل 29.87 مليار دولار في ديسمبر السابق عليه. ومشاهدينا الكرام، بهذا الخبر انتهت وقفتنا الاقتصادية، وعودة للزميلة شروات حمدي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. وصل عدد من وزراء الدفاع الأوروبي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في قمة على مستوى وزراء الدفاع في مقر حلف شمال الأطلسي. من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شانهان أن الأمين العام للحلف وضع أجندة قوية من أجل إجراء محادثات فعالة حول الخطط الدفاعية للدول المشاركة. وأضاف شانهان أنه سيطلع نظراءه على آخر مستجدات الأوضاع في العراق وأفغانستان، كذلك الخطط المستقبلية للتعاون المشترك. أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف أن فشل الولايات المتحدة الذريع في أفغانستان أتاح لروسيا التوسع في نفوذها بأفغانستان. أضاف المبعوث الروسي أن غالبية الشعب الأفغاني يرى روسيا بشكل جديد ويعتبرها وسيط هام يمكن أن يساعد في تطور العملية السياسية في أفغانستان. وأكد أنه المبعوث الروسي أنه يتعين على واشنطن الإسراع في سحب قواتها من أفغانستان في أقرب وقت ممكن، والتركيز على تقديم المساعدات المادية للحكومة الأفغانية لمعالجة آثار الحرب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بناء الجدار العازل مع المكسيك أصبح وشيكا للغاية. قال ترامب إن هناك عرضا جديدا تم طرحه في الكونغرس الأمريكي بشأن هذا الجدار. في الوقت الذي نستعرض فيه العرض الجديد الذي تم طرحه في الكونغرس، أستطيع أن أعدكم أنني لن أحيد عن موقفي حيال واجبي المقدس بحماية هذه الأمة وشعبها. سوف نقوم بإنجاز هذا العمل. بناء الجدار العازل أصبح وشيكا للغاية. نحن نقوم ببنائه بينما أنا أتحدث إليكم الآن. إنه جدار كبير وقوي بحيث لا يستطيع أحد اختراقه بسهولة. قضت حرائق الغابات في استراليا على مساحات واسعة في الشمال الشرقي لمدينة نيو ساوث ويلز، وخلفت خسائر مادية فادحة. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فرق الدفاع المدني محاولة السيطرة على ألسنة النيران، بينما لا تزال هناك العديد من المنازل في دائرة الخطر. كانت السلطات المحلية قد أجلت آلاف السكان من المناطق المتضررة من الحرائق بعد أن التهمت النيران المستعرة آلاف الأفدنة من المساحات الخضراء ودمرت العديد من المنازل. بانوراما النيل ما زالت مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل احتفالات متنوعة بمختلف دول العالم بمناسبة عيد الحب.
أهلا بكم من جديد. تحتفل اليوم العديد من الدول على مستوى العالم بعيد الحب عبر إرسال الشوكولاتة أو الهدايا أو الزهور وغيرها. يختلف الاحتفال بعيد الحب من دولة إلى أخرى طبعا لاختلاف الثقافات والعادات، فيما تعتبره بعض الدول عطلة رسمية. عيد الحب أو يوم الحب أو يوم القديس فالنتاين هو احتفال على مستوى العالم يحتفل به كثير من الناس يوم 14 من شهر فبراير من كل عام، حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم بإرسال الهدايا مثل الشيكولاتة أو الهدايا القيمة مثل المجوهرات والتذكارات أو الزهور وغيرها لأحبائهم. لذا فهي مناسبة جيدة لرواج الأسواق التجارية وتحقيق الأرباح، ويستغل البعض هذه المناسبة من أجل التعبير عن شعور جميل بداخلهم تجاه شخص ما، أو لإنهاء خلاف أو لإعادة ترميم علاقة مفككة. عيد الحب لا يقتصر على فئة معينة بل للجميع، للأهل والأصدقاء والمقربين. ووصلت أهمية الاحتفال بعيد الحب إلى اعتبار هذه المناسبة عطلة رسمية في عدد كبير من الدول. ويختلف الاحتفال بعيد الحب من دولة إلى أخرى باختلاف الثقافات والعادات، إلا أن تبادل الهدايا ورسائل الحب هو ما يغلب على الاحتفال بعيد الحب، إلى جانب تذكير الجميع بضرورة تفشي الحب والسلام بينهم لما له من آثار إيجابية على صحة الإنسان عكس مشاعر الكراهية والبغض. لذا فقد أظهرت الأبحاث أن المتزوجين المحبين لبعضهم البعض يتمتعون بصحة جيدة مقارنة مما يسود بينهم مشاعر الكراهية. فالزواج الذي يغمره الحب يجعل الإنسان صحيحا بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا. ختاما لنشرتنا هذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يصل إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن. مجلس النواب يصوت خلال جلسته العامة اليوم على طلب اللجنة العامة بتعديل بعض مواد الدستور. رئيس لجنة المراقبين الدوليين بالحديدة يحذر الحوثيين من تداعيات عدم تنفيذ اتفاق السويد. وصلنا إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.